يا اهالينا عادي جدا ان احنا ناكل سمين وناكل فواكه اللحوم وناكل في اي مكان في الدنيا، موجود في كل حته، من اول اللي بيراعي ربنا في كل حاجه وبيعملها الضمير لحد اللي بيجيبها من على الارض. لكن احنا هنا عند زينهم مننا الحمد لله الحمد لله، شعاره خليها على الله وراح حدوته احلى من الاكل الف مره. الاكل ده انا طمعانه فيه، لكن اللي طمعانه اسمعوا يا اهالينا ايه سر زينهم مننا. اولا خليها على الله. خليها على الله. جبتها منين؟ من عند الله. من عند الله. طيب زي ما قلنا السمين كتير واللي بيعملوه اكتر وفي كل حته، زينهم مننا تحديدا بقى العرسان بتجيله من اخر الدنيا، من كل حته في مصر، من جميع المحافظات، والناس بتجيله الله على الريحه، والناس بتجيله من كل مكان. بالظبط. زينهم مننا اللي واقف قدامي، انا عايزه بقى اعرف اصل الموضوع ابا عن جد قبل سر الخلطه. سيبك من الاكل دلوقتي، كلمني عن بدايه المكان والمحل القديم. المحل القديم قدامنا اهو في الوش. تمام. ده وبس. قبل المحل ده كان جدي زمان كان بيسرح بطبليه، قلتها بدل المره كتير. كان كل مثلا ما يبيع بيعه ولا بتاعي ايه اللي طلعت علينا كلمه النينه ديت، كان يبيع بيعه مثلا كده ايه ينام، راح طلعت عليه ايه النينه. كان بيعمل ايه؟ ايوه احنا لازم نلم حاجتنا بايدينا. تمام. وحاجات معينه. تمام. حاجات البلدي، الحلاوه دي، الحاجات البلدي. البضاعه فيها 100 نوع. تمام. فيها 100 نوع البضاعه. جدك كان بيروح ينقي البضاعه بنفسه. ايوه بتاعتنا بلدي، يسرح بطبليه. تمام. في الخليفه بس؟ ايه في الخليفه والقلعه بس؟ ايوه احنا اسم الخليفه. تمام.